الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، قال رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، فقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توكي فيوكى عليك، أي لا تدخري ما عندك وتشدي عليه بخلا عن الإنفاق. والوكاء المراد به الربط والشد من أجل أن لا تنفق، فشبه البخل بالمال بالوكاء الذي يربط حتى لا يخرج منه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن من منع حق الله عز وجل في عباده فإن الله عز وجل يمنع عنه الخير. وأيضا قال في الرواية الأخرى: أنفقي أو انفحي أو انضحي، وكلها بمعنى واحد: ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، وكلها بمعنى واحد، أي أن الجزاء من جنس العمل، من كان كريماً كان الله أكرم منه، ومن منع حق الله عز وجل في عباده فإن الله عز وجل يمنع عنه الخير، جزاء من جنس العمل. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من طرق تعليمه أنه يضرب المثال حتى يتضح المقال. قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان، وجاء في ضبط عليهما جبتان وهي أصح. قال: كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق بمثلين: المثل الأول مثل البخيل، مثل المنفق كمثل رجل عليه جبة، كلما أنفق طالت وغطته حتى تمحو أثره فيكون في سعة وفي راحة بال. وأما البخيل على العكس، فالذي عليه جبة كالذي عليه الجبة أو الجنة على حسب الضبط في الحديث، كل ما أراد أن ينفق لزقت فيه فلا يستطيع أن ينفق، فتضيق عليه نفسه ويضيق عليه باله. فهذا حال الكريم وهذا حال البخيل، ولذلك أشرح الناس صدراً من كان كريماً، وأضيق الناس صدراً من كان بخيلاً. وهذا جزاء الله عز وجل لعباده، فالمنفق يكون سعيداً والبخيل يكون ضيق البال، لأنه يعد المال عدّاً ويحصي الدراهم إحصاءً، لأنه لو خرج منه دينار أو درهم ضاق ذلك في صدره، لأنه يخشى أن يتلف هذا المال، لأنه صدق وعد الشيطان. بينما المنفق في سعة، وإذا أنفق كان أسعد الناس ويحب أن ينفق، فالكريم يحب أن يأتيه الناس أن ينفق حتى ينفق عليهم، ويحب أن تأتي المشاريع فينفق فيها ويتصدق فيها، لأنه يؤمن بوعد الله. الله سبحانه وتعالى قال الشيطان: ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولذلك المنفق
يثق بوعد الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذه هي السعادة الحقيقية، أن يكون الإنسان متوكلاً على الله واثقاً بوعد الله سبحانه وتعالى، فلا يحصي المال ولا يوكع على المال، بل يكون كريماً سخياً متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في كرمه وعطائه وسخائه صلى الله عليه وسلم. قال وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: الفلو هو المهر، أو هو المهر، الفلو هو المهر، وهو ابن الخيل وابن البقر كله يسمى فلو. المراد من هذا الحديث الحث على الصدقة، وأن القليل عندنا هو كثير عند الله سبحانه وتعالى. من تصدق بعدل تمرة، يعني بعدل التمرة أي كمثل التمرة، التمرة صغيرة ولكن لا بد أن تكون من كسب طيب، يعني تكون هذه الصدقة من كسب طيب، فإن الله يربيها لصاحبه، لصاحب الصدقة، لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعتني بهذه الصدقة حتى تكون هذه الصدقة كالجبل، فهي صغيرة في الأصل لكنها كبرت عند الله سبحانه وتعالى. وكل هذا حث من الله عز وجل لعباده أن ينفقوا في سبيل الله، أن يتصدقوا ولا يبخلوا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر هذه الأجور للمنفقين للباذلين فإن هذا حث وحظ على الإنفاق في سبيل الله. قال وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب وهو حديث عظيم. قال وعنه يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، جاء في بعض النسخ بينما رجل يمشي ولكن هذه لا أصل لها، قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء، قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق في حديقة فلان، يعني يقول اسق حديقة فلان لاسمك أنت، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهذا فيه فضل الإنفاق في سبيل الله. هذه القصة هو أن رجلا كان بفلاة، يعني بمكان واسع، فإذا بسحابة وسمع صوتا يقول لهذه السحابة: اسقي حديقة فلان، ذكر باسمه، الله على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، أسمع هذا الرجل الذي في الفلاة قول الملك لهذه السحابة، قول الملك لهذه السحابة: اسقي حديقة فلان، فهذه السحابة مأمورة فوقفت في المكان التي أمرها الله عز وجل فسقت هذه الحديقة التي أمرت بسقيها، فتتبع هذا الرجل الذي سمع هذا الكلام هذا الماء حتى وصل إلى الماء الذي نزلت فيه هذه السحابة، فلقي رجلا عليها يعني يعمل بهذا الماء يوزعه من هنا ومن هنا، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ يريد أن يتأكد، فقال له اسمه، فوافق الاسم الذي سمعه، هو سأله وسمع نفس الاسم الذي سمعه في السحابة، فهذا الرجل الذي سئل قال له: لما تسألني عن اسمي؟ فقال له: إني سمعت في هذه السحابة يعني أحدا يقول اسقي حديقة فلان، فهذا الرجل
له إكرام من الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه السحابة تؤمر ويسمع هذا الرجل اسمه في السحابة، وتأتي هذه السحابة من بين كل هذه الأرض وهذه الفلة فتسقي حديقة هذا الرجل إكراما له. فسأله ماذا تصنع؟ يعني ماذا جاءت هذه الإكرامية وهذا الكرم من الله سبحانه وتعالى وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى؟ فقال: أما وقد سألت يعني عن هذا الكلام فإني أعمل يعني في هذه الحديقة بالتثليث. ماذا يفعل؟ يأكل ثلثا ويتصدق بالثلث ويرد الثلث في مصالح هذه الحديقة. فجاءته هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يأمر السحابة بأن تأتي إلى حديقته ويخص بهذه الخصيصة وتسقي هذه السحابة حديقته، وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الإنفاق في سبيل الله، بسبب الصدقة، بسبب الإنفاق على العيال. كل هذا يا عباد الله من أسباب رحمة الله ومن أسباب كرم الله على عبده ومن أسباب عطائه ومن أسباب أن يخصه الله عز وجل بفضائل لا يخص بها غيره. فهذا الباب كله يحثنا جميعا على الكرم وعلى الإنفاق في وجوه الخير، في جميع وجوه الخير، ثقة بالله ويعده سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.